5 دقايق كده متأخرين. طرش ده طرش حلو جدا. شايفين الست دي؟ دي كانت قاعدة ست كويسة قبل ما تتجوز قبل ما تحمل. الست دي حامل في الولد ده. وادي البلاسينتا وادي الامبلايكال الكور وادي الطفل جوه. زي ما انتوا فاكرين ده الامبلايكال ارتري فين بيشيل الدم كده ويروح على اول اورجان بيقابله مين؟ الليفر، وبعدين من الهارت معظم الدم بيوصل للابر بارت اوف ذا بودي. عشان كده الطفل بيتولد بالابر بارت اكبر من اللور بارت اوف ذا بودي. طرش انفكشن هو اختصار كلمة توكسوبلازما تو روبيلا سايتوميجالو فيروس هيربس سيمبلكس 5 2. واحيانا يقول لك ايه ده التي دي هي توكسوبلازما والاو دي اذرز. اذرز كتير، اذرز كتير زي الليستيريا زي التشيكن بوكس. الليستيريا اللي احنا لسه واخدينها زي التشيكن بوكس زي الايد زي الاتش اي الاتش اي في. كلمة اذرز دي كتير، هيباتايتس فيروس دي الاذرز دي كتير. لكن اللي احنا هندرسه التوكسوبلازما والروبيلا والسايتوميجالو والهيربس. كل واحد له طريقه بيدخل بيها للجسم، لكن هم متفقين في حاجات كتير جايه بعد كده. الموضوع بسيط على فكره قوي. التوكسوبلازما بتيجي عباره عن بروتوزون عايش في الكاب في الانتستين بتاعه القطط، بينزل مع الفيسز بتاعتهم بيعمل كونتامينيشن للاكل للشرب بتاعنا احنا مباشره، او ممكن يعمل كونتامينيشن للجراسز الاكل بتاع الكاتلز، وبعد كده يدخل في اللحمه بتاعتهم. واحنا بعد كده لما ناكل اللحمه دي بورنو كوكد مثلا في صوره لانشون او همبرجر او كريب او حاجات من الحاجات المعفنه دي، في الاخر بتدخل لجسمك العدوى بيسفولي. ماشي كده يا جماعه؟ المهم التوكسوبلازما بتيجي ايه؟ فيكو اورال انفكشن، بتيجي عن طريق الكونتامينيتد فود اند ووتر. وايضا انت بتاخد الاوسايتس دي على طول مباشره من الفيتز، واخدين بال حضراتكم؟ او بتاخدها باي اندايركت واي عن طريق الايه؟ الفيجيتابلز الكونتامينيتد او عن طريق الميت الكونتامينيتد. الروبيلا هو عباره عن الروبيلا فيروس، هندرسه ان شاء الله بالتفصيل، اللي هو بتاع جيرمان ميسلز. العدوى دي هتضر الطفل سبيشالي لو الام كاتش الانفكشن وهي بريجنت في الفيرست تريمستر، لما تبقى البلاسينتا مش كويسه. وكل ما كان الطفل لسه في الفيرست تريمستر العدوى بتبقى كاتاستروفيك وجامده جدا. سايتوميجالو فيروس ده عباره عن دي ان ايه فيروس من عيله الهربز جروب تقريبا هو من عيله الهربز لارج فيروس. سموه سايتوميجالو على فكره انه لما بيدخل جوه خليه بيخليها كبيره، فبيخلي الخليه تبقى ايديمتس ولارج، فبيسموه سايتوميجالو لانه انتراسيلولر طبعا بيتخن الخليه. ده بينزل عن طريق السكريشن، بينزل في لبن الام او الفاجينال سكريشن، او ممكن يعدي ترانس بلاسنتال او من الكونتامينيتد بلاد ترانسفيوجن ايفن. الهربس سيمبلكس فيه منه نوعين، تايب 1 اللي هو اللي بيالز اللي بيجي لنا كلنا بعد دور البرد هنا، وتايب 2 ده اللي بيجي للستات او للبريجننس بالذات او الستات اللي هم السكشوال اكتف، بيجي اراوند الفالفا والفاجينا والسيرفكس في المنطقه بتاعت الجينتاليا، ده بيسموه هربس سيمبلكس تايب 2. وهنا العدوى ممكن توصل للطفل يا اما من عن طريق الدم اثناء الفيريمك ستيج، او عن طريق البثور دي الفيزيكلز دي، والطفل هو نازل بيفقعها فياخد العدوى ايه على جسمه وعلى وشه وعلى جلده من بره. ده مكتوب في الكتاب بتاع الكليه تحت عنوان الباثوجينيسيس اوف تورش انفكشن، اللي هو السطر الاولاني ده بالعرض في الجدول عند حضرتك. بعد كده عشان تفكر ان حصل عدوى بتورش انفكشن في طفل معين قدام حضرتك، اول حاجه خد هيستوري. ممكن يقوم تديك هيستوري اوف ريبيتد ابورشنز، يعني في حاجات كتير من الحاجات دي بتسقط بالذات التوكسوبلازما. ممكن تديك الام هيستوري في اثناء الحمل انها كان عندها سكين راش بالذات زي الروبيلا طلعت وكان منتشر جدا السنه اللي فاتت، يعني كان شيء مهول. انا شفت كميه بشعه لدرجه ان احنا كنا بنشخصه بالتليفون، بنتي عندها كذا 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 طلع لها طفح جلد في حته، ده روبيلا جيرمان ميست. ممكن في الفلو لايك انفكشن وفيبر زي السيتوميجالو. معظم السيتوميجالو لو الام هي حامل السيتوميجالو ده عباره عن فلو لايك انفكشن، كان عندها نزله برد وفيبر. ممكن الام تقول لك انا عندي بثور حوالين الفالفا او الجينيتاليا بتاعتي او كده، فيها زي اللي بتطلع هنا دي، ده مع الهربس سيمبلكس، ده من الهيستوري. في الاكزامينيشن الامور في منتهى السلاسه واليسر. واقولها لكم بطريقه انا لما عملتها الدكتور على بوزيت في مره احنا واقفين في مرور، فقلت له انا عندي طريقه ظريفه نحفظ بها
الكونجنتال انفكشن. قال انا اول مره اسمع الطريقه دي، يعني كان ايه كنا بنرص الحاجات ورا بعضها. بص يا دكتور، العدوى عدت من البلاسنتا صح، مشيت دخلت على ايه، على الطفل. مشاكل العدوى اول ما تدخل ممكن تروح داخل على البلاسنتا تعمل بلاسنتال انفكشنز، تدمر في البلاسنتا. لو البلاسنتا اتدمرت والطفل ما عرفش ياخد التغذيه بتاعته كويس، الطفل ده هيحصل له حاجه اسمها انترا يوترين جروث ريتارديشن عشان البلاسنتا بتاعته باظت. ولو البلاسنتا باظت قوي ممكن الطفل ده يتولد بريماتور ديليفري، يتولد قبل ميعاده، وممكن الطفل لما يتولد يتولد ميت. ولو البلاسنتا دي كانت في الاول ممكن الطفل يحصل له ابورشن. ها ابورشن، طفل اتولد ميت، لا اتولد عايش بس عنده انترا يوترين جروث ريتارديشن او بريماتور. ليه؟ عشان العدوى دخلت ضربت في مين؟ في مصدر رزقه في البلاسنتا. تعال ندخل جوه شويه. العدوى اول ما دخلت لقت الليفر بقت عامله هيباتيتس ودارت هايبر بيليروبينيميا وعملت هيباتوميجالي، والليفر لما كبر بالانفلاميشن ده راح مكبر السبلين بقى فيه هيباتوسبلينوميجالي. مظبوط؟ العدوى طلعت ضربت في الليفر لما طلعت ضربت في الليفر والسبلين، الليفر والسبلين هم مكان الهيماتوبويتك سيستم انترايوتراين، فالولد يجي له انيميا وبربرا. لان يعني الايه؟ مصدر تصنيع الار بي سي بتاعته اتضربت والبليتلت اتضربت، يجي له انيميا وبربرا. العدوى طلعت من الليفر وراحت ماشيه وصلت للهارت، ولما طلعت للهارت اتنطورت معظمها الاور بارت اوف ذا بودي، فمعظم الكونجنتال انوميليز بتبقى في الاور بارت اوف ذا بودي. في البرين مايكروكيفالي، منتال ريتارديشن، انترا كرينال كالسيفيكيشن، كوريو ريتينايت، مشاكل كلها معظمها بتبقى فين؟ في الاوبر بارت اوف ذا بودي. هي دي يا جماعه الجنرال فيتشرز بتاعت الكونجنتال انفكشن، ما بتتحفظش، تتفهم، تتخيلها بس. بلاسنتا اتضربت، ابورشن، ستيل بيرث، انترا ترانج جروس ريتارديشن، بريماتيورتي او لوبر سويت. انزل تحت شويه، الليفر، هيباتيتس، دايركت هايبر بيلوريا، هيباتو سبلينوميجالي، انيميا وبيربرا، الحاجات دي كلها في الليفر والسبلين. اطلع بعد كده اضرب بقى فوق، كوريو ريتينايتس، مايكرو كيفالي، كالسيفيكيشن، منتال ريتارديشن، مايكرو كريمسنستوزس، كلها مشاكل هتلاقيها موجوده فين؟ في الابر بارت اوف ذا بودي معظمها. دي الحاجات الجنرال. في حاجات سبيسيفيك، التوكسوبلازما ممكن يبقى معاها هيدروكيفلس، بلاش مايكرو كيفالي، لا ممكن يبقى معاها هيدروكيفلس، ممكن يبقى معاها مايكروفسالميا، العين بتاعه الطفل صغيره، مايكروفسالميا، ده كونجنتال انومالي في الاي. الروبيلا بالاضافه للحاجات الجنرال دي في حاجات مشهوره، منينجو انتفلايتس، كليفت ليب وبلا، جلوكوما وكاتراكت. مع الوقت بعد كده ممكن يجي له بيتا انتداكتس ارتريوزس، او ممكن يجي له بيتا بي دي اي او بارمونال ستينوزس. ممكن يبقى ليتر اون او ليت مانيفستيشن، لو الولد خد العدوى في اللاست تريمستر ممكن يبقى عنده سنسور نيورال ديفنس، دايابيتس، ثايرويد ديزيز. السنسور نيورال ديفنس على فكره، بس دي معلومه ممكن يعني معرفش ممكن حد يسالك فيها من الناس اللي دخلت زمالة ولا لا، بيقول لك لو كاتش روبيلا في اللاست تريمستر ذا اونلي مانيفستيشن كان بي نقط سنسور نيورال ديفنس. لكن علشان الصوره دي الفول بروم بيكتشر اللي انا بتكلم عنها والجنرال مانيفستيشن دي تظهر في الطفل، دي بيسموها كونجنتال روبيلا سندروم، اتمصت بيه الانفكشن يكون في الفيرست تريمستر، لازم يبقى في الفيرست تريمستر. لكن لو العدوى حصلت من الام للطفل في اللاست تريمستر يجي له ايه يا جماعه؟ ده عشان امتحانات الايه؟ المعادله والزماله الانجليزيه. الهيربس سمبلكس الجنرال مانيفستيشن اللي احنا اتكلمنا عليها دي ممكن تبقى موجوده معاه. طب الحاجات السبيسيفيك له، الحاجات الامبارتيكولر ممكن يبقى موجود. الطفل هو نازل خد لحسه من الفيزيكلز دي على وشه، عمل له كيراتايتس او كيراتو كونجنكتيفايتس، او ممكن يطلع له سكين فيزيكلز، ما هو الفيزيكلز بتيجي بالكونتاكت، سكين فيزيكلز، ممكن الميكروب يدخل ويعمل انكفالايتس، وممكن يعمل سيستميك فورم، يبقى سيبسز لايك او ديسيمينيتد فورم، ياخد الجسم كله من جوه في ايه الديسيمينيتد فورم مع سيبتك شوك. ازاي نشخصها؟ الاسهل انك تعمل ديسيمينيشن للميكروب، هتعمل ايزوليشن للتوكسوبلازما من دم الطفل، للروبيلا من الدم او من اليورين، او من الاوروفارينجيال ديسشارج او من اليورين، سيتوميجالو من اليورين مينلي، الهيربز من اليورين او من البثور من الفيزيكلز دي، اي فيزيكل موجوده عند الطفل فرقعها كده وخد منها سامبل وبعتها اعمل لها تحليل. ده لو انت عايز تكتشف الاورجانيزم. عايز تدور على 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 على, على الاورجانيزم بطريقه غير مباشر، دور على الانتي بودي بتاعه، بس خد بالك الانتي بودي بتاع ريسنت انفكشن اي جي ام صح؟ طب الاي جي ام بيعدي من الام للطفل ولا ما بيعديش؟ يبقى لازم تلاقي الاي جي ام. لو لقيت الاي جي ام موجود في دم الطفل سبيسيفيك لاي واحد من الاربعه دول، يبقى ده قد شور الولد ده عنده انفكشن بهذا الايه؟ الميكروب. مفهومه؟ ليه؟ لان الاي جي ام ما بيعديش من بلاسنتا، يبقى ده بتاع الطفل اكتفلي فورمت في الطفل، والطفل مش هيكونه الا اذا كان
يتعرض لانفكشن بميكروب معين. ماشي كده؟ طب افترض ان انا ما لقيتش الاي جي ام، هل اقدر اعتمد على الاي جي جي؟ احذر، الاي جي جي ده ممكن يكون معدي من الام بس للايه؟ للطفل، من مناعه الام الطبيعيه. لكن عشان اقول ان الاي جي جي اللي عند الطفل ده اوف سيجنيفيكانس ات ماست بي رايزنج تيتر. لو كان الاي جي جي ده معدي من الام للطفل باسفلي، لما اجي اعمل سيريال ديترمينيشن لهذا الاي جي جي هلاقيه ديكلايننج تيتر. كل ما الطفل بيعيش اسبوع اسبوعين ثلاثه هلاقي ان التتر عمال يقل. التتر لانه معدي من الام، مش الواد مش هو اللي مكونه، هتلاقي بالتالي التتر تلاقيه بيقل. لكن لو الطفل هو اللي بيأكتف، هو اللي بيكون الاي جي جي، هنلاقي ان التتر عمال ايه؟ عمال يتزايد. ماشي كده؟ اخر حاجه ممكن تكتشف الكومبليكيشن على حسب بقى المكان. سي بي سي علشان البربرا، مش عارف والانيميا، اعمل ليفر فانكشن علشان الهيباتايتس اللي موجوده، اعمل بلين اكس راي او سي تي او ام ار اي على السكال علشان تشوف المايكرو كيفالي والكالسيفيكيشنز اللي جوه. واللي بيدوا كالسيفيكيشن كلهم باستثناء الروبيلا، الروبيلا ما بتعملش كالسيفيكيشن مكان العدوى بتاعتها في البرين. النوع الاولاني اللي هو التوكسوبلازما، والتوكسوبلازما والهربز هما الاثنين دول بيعملوا ديفيوز كالسيفيكيشن، يعني تلاقي الكالسيفيكيشن منطوره في كل البرين، متنطوره. انا بحفظها كده، التوكسوبلازما توتال يعني بتاخد كل البرين وتعمل فيه كالسيفيكيشن. الهربز هولو كالسيفيكيشن يعني بتاخد برضه كل، لكن السيتوميجالو بيبقى بيرفنتريكولار كالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن بتبقى اكتر حوالين الفنتركلز، اللاترال فنتركلز، بتاخد حرف السي وحرف السي كده. في صورة لا على فكرة في الكتاب اللي معاكم، متهيألي في شوت في الاكس راي هتلاقي فيه بيري فنتريكولار كالسيفيكيشن، دي باسوجنومونيك، مش باسوجنومونيك يعني فيري كومن مع العيال اللي عندهم سايتو ميجالو فيرال انفكشن. تريتمنت ولا حاجة، البريفنشن هو الأساس. بعمل فود هايجين ووتر هايجين في الحالة اللي زي دي، ولو كانت الأم انفكتد توكسوبلازما تديها سبيرامايسن. ان شاء الله لما تاخدوا النسا تعرفوا تاخدوا سبيرامايسن لمده 40 يوم. طب علاج سيمتوماتيك تريتمنت وحاجه اسمها تريبل كيموثيرابي لمده سنه، النيونات بياخده عباره عن صلصه، تريبل صلصه، تريبل صلصه ومعاه فولونيك اسيد، صلصه ديازين فولونيك اسيد وصلب وبايلوميثينين. انا عمري ما عرفت بالحاجات دي في حياتي، انا ما شفتش اصلا، ما شفتش النيونات عنده توكسوبلازما قبل كده. روبيلا كونجيتا روبيلا سندروم ما شفتهاش، ولا شفت شفت سيتوميجالو كتير، يعني ده اتشاف كتير قوي. النيات اللي عنده سيتوميجالو فيرال انفكشن شفناه كتير، مفيش نايب ما شافوش خلال سنه مثلا مره او مرتين، لكن الثلاثه الباقيين دول الحقيقه انا ما شفتهمش قبل كده خالص. الروبيلا البريفنشن بتاعه في انفكشن ليتر اون، ما تبصش في دي خالص، لما ناخد العدوى بتاعت الجيرم ميسز هعرفك في الايه؟ ان ديتيلز البريفنشن ازاي. التريتمنت بتاعه بيبقى سيمتوماتيك تريتمنت او تريتمنت اوف كومبليكيشن. السيتوميجالو فيرال البريفنشن انك انت تعمل سكريننج لاي بلاد برودكت للام او للطفل او لاي حد ياخد دم، يفضل تعمل له سكريننج لايه؟ للسيتوميجالو. والمفروض ان الام اللي عندها سيتوميجالو فيروس ما ترضعش الطفل بتاعها، فاكرين ده كان من ضمن الكونترا انديكيشن. طب التريتمنت افتكروا الجان سايكلوفير، سيبك من الباقي، عندك مكتوب انترفيرون سيبك منه، جان سايكلوفير هو اللي بيتاخد، يمكن في حلقه او حالتين في الاسم عندنا بياخدوه دلوقتي باي ريال تايم. جان سايكلوفير حاجه زي الاسايكلوفير بس سبيسيفيك للايه؟ لل هنا وسبيسيفيك هنا برضه، يعني جان سايكلوفير ممكن يتاخد في الاثنين هنا وهنا. الهربز اللذيذ اللي فيه ان هو ممكن يتاخد في ممكن ياخده في الاسايكلوفير لو الام حامل وعندها فيزيكلز من بره تاخد اسايكلوفير، ويفضل حتى لما تلاقي في ديفيوز راش موجود من تحت كده بدل ما الطفل يعدي على يقول لك ايه الام دي تولد سكشن وخلاص عشان ما نعديش الطفل على البيرث كانال اللي انفكتد بالهربز سمبلكس بالشكل ده بس.